سي ماريو فعلا ديما تيرشنا بدوك الميساجات ديالو، قالك انيس محفوظ يرفض التعاقد مع حمد الله حيث ارسل له ارسل كاتبه العام والناطق الرسمي للتفاوض مع يوسف البليلي اسمع سيدي والتعاقد معه باي ثمن، وهذا ما وعد به قبل انتخابه رئيسا حيث قال انه على اتصال مع لاعبين عالميين بالخليج، وكان ناطقه الرسمي قد اكد هذا في احدى خرجاته. شوف خويا ملي كتدوي على البليلي راه بحال اللي كدوي على حمد الله، هاد اللعابه اللي هما سيناو بمبالغ عاليه راه ما تعولش، ما تقات راه البليلي راه ما كانش يخرج من قطر، البليلي خرج من قطر لانه ربما تسرب والله اعلم، انا ما عنديش اليقين، تسرب بانه ربما يعني اول حاجه الفرحه اللي عبر عليها ملي ماركا على قطر، والحاجه الثانيه انه تسرب بانه قال شي هضره مع فندوه صحفيه على منتخب قطر بحال شي شويه نقص من المنتخب ديال قطر، فهذا علاش دغيا الباسات وصلوا والهضره وصلت الرئيس ديال قطر القطري وفسخ معاه. تنظن هذا السبب اللي هو اكسترا سبورتيف، راه ما عنده علاقه لا حكا، كاين الناس اللي كيقول لك لا المخدرات لا هادي راه هادشي المخدرات وهادشي راه ما كاينش هي منه، علاش؟ لانه الفرق القطريه راه واصلين السيد منين هو كيلعب في قطر القطري راه الناس واصلين لواحد المستوى ديال لا ميديسين سبورتيف واحد المستوى العالي، راك شفتوا الناس غير التيرانات كي دايرين، راك شفتوا التيران شكل محاره، التيران تاع اليوم متعه كيفاش داير من الفوق تقول فيه البرنيس بالنس بلورونج بالمارون من الفوق، كيفاش دير التيران وكيفاش دير كيفاش دير الطب الرياضي وكيفاش دير الاسعاف كيدير داكشي ديال داك يعني اي حاجه بغيتي متعه، يعني جايبين دي سبيسياليست وما عندهم حتى قطري خدام تما، جايبين ناس متخصصين من اوروبا اللي قايمين لهم بهذه المسائل، فهاد الناس واش نضحكوا على راسنا واش كتصحابوا هادو واش المغاربه هادو راه شوف كلشي كيف ليه، واش السيد هذيك اكثر عام دابا هو كيلعب معاهم وغادي يبقى سميتو غادي يفلت لهم انه واش كيتعاطى المخدرات واش كيتعاطى الكوكايين، السيد بغى يخسروا ليه السمعه ديالتو كويري ما عندنا ما نقولوا فيه، السيد كاين مشكل هو اللي مشكل اكسترا سبورتيف اللي خلاه يخرج من قطر القطري، وشي اكيد ان غتكون عليه سميتو راه برز مزيان غتكون عليه خطافه وغادي يبغيو فرق اخرين، دابا حنا هاد الهضره ديال حكه راه صيفطوا يتفاوضوا معاه، راه خويا ماريو بحال كتعاون بحال كتعاون شي ناس، ما نقدرش نقول كلشي ولكن شي ناس في المكتب الحالي اللي عز عليهم بحال هاد السرحاس لانهم كيلاهيو الجمهور على القضايا الحقيقيه ديال نجا وهي اصلاح الفريق والتدبير التقني ديالو وتعزيزه بركائز اللي يمكن تقويه على بعد ايام من العصبه. سينا جيم الخوري تيقول لك قال لك مذكور مجهود كبير والنتيجه صفر، سي فغي انا ملي كتشوف مذكور المجهود اللي كيدير والشري اللي كيجري وكذا في الاخر كيبدا يخبط في الكازا بمعنى ما صدقاتش، راه سي سا راه هادشي ما خصوش يكون، وعاود هنا كنطرح علامه استفهام على المدرب، شنو الدور تاع المدرب؟ الدور ديال المدرب هو كيأطل اللاعبين، المدرب اللي ما يقدرش يطور اداء اللاعبين هو ماشي مدرب، المدرب بحال ذاك اللاعب اللي كيبان ليه كاين ان كاشي فيزيك، شنو الكاشي فيزيك؟ وتيبان لي واحد اللاعب لاعب بحال لاعب في الدرب ها كيجري تابع البالون، راه بحال شكل تاع مذكور، سي فغي مذكور ما كيتبعش البالون فين ما مشى، ولكن ها كيجري كيشد الكره بعض المرات ما كيقراش لي زيت باس، تكيولي مسطح ماشي لعاب كوفر ضده، دونك اولا كتخرج ليه باسي، عنده هذا المشكل هذا في التكوين دخلات ليه في لعبه، دونك غادي نعيط ليه ونهضر معاه شكل ما الله يرضي عليك شوف هانت بلا ما تبقى تجري بزاف، خلي البالون هو يجري، عطي كره ودوز عطي كره ودوز، ملي دوزوها لك ضرب سونتراج اون غوتري بلا ما تسوقها قدامك، هاكا كيما عطاوها لك ضربها سونتراج اون غوتري بلا انتيريو دو بي وكذا، مي سي كوم سا كنكادري اللاعب، ماشي اللاعب كيلعب كيما بغا بالطريقه اللي بغا، كيبان له كاشي فيزيك كيما قال الاخ سي فغي كيجري والنتيجه زيرو. سي بين مالونغو قال كل لعب جبيره الا بحسن سهول، لا خويا لا جبيره صافي جبيره سيفيد جبيره، المدرب شافو بانه سير خوا بمعنى الكلمه وماشي حاجه اخرى، راه بعض المرات شي حوايج المدربين هادشي باش المدربين الاجانب مزيانين كيصلحوا لينا، ملي كيشوفوا واحد اللاعب كيغش في لونطرينمون اولا عاطيه الضحك والنكات وهادي
راه كيعقلوا عليه مزيان وكيردوا ليه الصرف جبيره ما تشوفوش مع النجال حتى غيمشي بحال الا بغى يبقى يضيع فوقته راه قالوا ليه بانه راه ما نجدوش معاك هادي وقيتو ها هو ديسمبر ما بقى والو يتفتح الميركاتو خصو يكون دابا كيدبر على راسو جبيره ما غيبقاش مع النجال ولا بقى غيبقى جالس للضص وغادي يبقى كيشمع في السبان لانه راه حشومه وعار لعابه صاحبي واخا تكون ما عندك تاريخ ما عندك والدين ما عندك عائله ما عندك ناس كيعرفوك ما عندك ولاد دابكم في مراكش ما عندك حتى شي واحد كتحشم على عرضك من صاحبي واش انت صاحبي هذه اكثر من عامين وانت جالس كون راك تعلق في رجليك واكل شارب وجالس وعاجبك الحال ما عندك غير على الكرامه ديالك وعلى التاريخ ديالك ما كتغيرش ما كتفكرش ان ولادك شي نهار خصك تحل البوم تبقى تعاود ليهم ويبقى يحشيو لك الهضره خويك ما كان بابا هذا الماتش ما لعبتيش اش ما لعبتيش الفينال تاع لادس علاش بابا ما لعبتيش سميتو الفينال ديال البطوله العربيه علاش بابا ما لعبتيش الفينال ديال لاكاف 2021 علاش بابا ما لعبتيش الماتشات اغلب الماتشات الشامبيون ما كتلعبهمش علاش من 2019 ما بقيتش كتلعب بابا ما تحشمش ما تملكش ما عندك حتى التصويره لاعب رسمي من 2019 فتنتمنى ان جبينه اخيرا يلتفت للكرامه ديالو لان توداس وكيدوسه هو برجليه ويمشي يدبر على راسو الله يجعل شي باكو كنشكروه على داكشي اللي قدم معاه هذا شي حويجات زوينه ملي كان باقي واقف ولكن لكل بدايه نهايه